أعزائي المشاهدين قدام كل شاشة التلفزيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفتنا النهاردة يا جماعة ضيفة استثنائية جدا، بتغني وبترقص وبتمثل، فنانة شاملة يا جماعة، رقيقة جدا، بتنتمي لمؤسسة السينما المصرية. قبل الحلقة النهاردة يا جماعة جهزنا عربية الإسعاف، وحدة الكلى، والتنفس الصناعي تحسبا لأي موقف يحصل لها في الأسانسير. جاية النهاردة مطقمة وضربة جيب وشنطة سندريلا، ودخل على اساس انها هتتكلم على الكليب بتاعها. النهارده هكلم ابوكي قالها تيجوا نشوف اميره فتحي عملت ايه لما شافت سعد وعلاء. دخل الدبيحه. اميره فتحي عايشه بدور السندريلا. تفتكروا اميره فتحي مركبه كام شطوره في شعرها؟ لا مع نفسك. الباب لما بيتقفل ما بيتفتحش تاني، حينما يغلق ذلك الباب لا يفتح إلا بإشارة. مع نفسك الموبايل وقع. اميره فتحي بتدور على حد تتصل بيه على الموبايل. ايه الاسانسير ده اصلا؟ ايه يا جماعه ده ولا بياكل؟ نحن بلا رحمه. مامي يا هارستوب. نو ميرسي. ايه ده؟ قبل اخوكي. عامل ايه بقى؟ يا مصطفى. يا عادل وبعدين اصلا الباب ده بيتقفل منين اصلا؟ ده ما بيشتغلش. يا رب ولا بيتفتح في باب تاني. يا رب نعمل انا بقى دلوقتي. مفيش اصلا سجن. ايه؟ بص 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 يا رب والنبي ما انا خايفه اصلا يتحرك بقى. يا مصطفى. مصطفى مين؟ ولا ايه بتاع القرف ده؟ ايوه ايه انا عارفه انا اصلا مين يا جماعه؟
انا اتكلم اي حد انا في الاسانسير. انا اسانسير كمان. اسانسير ما اعرفش ركبوني اسانسير عشان اطلع اطول. اي خالتي انا اسانسير كمان. مش عارفه مع الشمال ولا على اليمين؟ مش عارفه هو في واحد تاني. اي فندم عشان في اسود فوق عشان بيصوروا فين؟ في اسود فوق. اي فين دلوقتي؟ انا عايز انزل. اي فين؟ اي قدامك ايه دلوقتي؟ قدامي اسد. انت بقالي دوري يا فندم. مش عارف مكتوب التاني. طب خليكي معايا اللي هتيجي معايا. طب حاول تدوس على زيرو يا فندم، حاول تدوس على زيرو. مفيش حاجة أصلاً. زيرو تك يا فندم، زيرو حاجة. دوس على زيرو، ساعديني تدوس على زيرو. دوس على زيرو يا فندم. يا مطعم في أسد ساب يا جماعة، في أسد ساب. يا مطعم في أسد ساب. يا مطعم معايا. المدربة فين؟ المدربة. يا جماعة في أسد ساب. حاول توطي صوتك يا فندم خالص. طب من فضلك لو سمحت. يا مطافي. حضرتك ما توتريش للاسف، بس لحظه واحده. هو قدامي دلوقتي. اديله ظهرك. اديله ظهرك. ايوه. حضرتك معاكي شنطه ومعاكي حاجه؟ الله معاك. حط الحاجات دي على الارض. ايوه. نصصي في الاسانسير. يعني اعمل ايه؟ لفي. اروح فين؟ انزلي على الارض. على الارض يا فندم. ايوه. وبعدين؟ ايوه زي ما انت. ده وشك. ظهرك ليه يا فندم؟ ارجوك. ساعديني يا فندم. ساعديني ارجوك. ايوه. اعمل ايه بقى؟ ما تبصلوش. مش ببص، انا عايز امشي. يا مطافي. يا جماعه انت فين؟ طب الو حضرتك ظهر الاسانسير فين؟ ظهر انت فين من ظهر الاسانسير؟ انا مديله ظهري. خبطي على ظهر الاسانسير كده يا فندم. سامعين الخبط يا جماعه؟ طب شبط الشنيور. ايه هتحرك؟ انا خايفه. لا هيخبط. لا ايوه خبطي. سامعينها يا جماعه. ايوه. شبط البنطه. ايوه فندم. الباب يتقفل. حطي. اعمل ايه؟ حطي ودنك يا فندم. حطي ودنك على الاسانسير. سامعه خبط. لا ساعديني. ايوه حطي ودنك على الباب. حطي ودنك على الباب. ايوه يا فندم. اوكي. سامع حاجه؟ للاسف. لا مفيش حاجه. هيجي نازل الارض دلوقتي. فندم ارضي ايه؟ مفيش ارضي. هيجي نازل الارض. هيخليك على الارض يا فندم لو انت واقفه ما تقفيش. يعني ايه لو انا زي ما انت خليك على الارض يا فندم. ساعدينا. انا اهو. ايوه يا فندم. على الارض يا فندم. ايوه يا فندم. في خبط عندك؟ مفيش حاجه غير صوت الاسد. في خبط عندك يا فندم؟ لا انا مفيش غير صوت الاسد. لا يا فندم. لا حضرتك دلوقتي نازله الارض. انتوا بتسحبوا يا جماعه. مفيش حاجه بتنزل. انت دايسه على الستوب يا فندم في الاسانسير. طب اعمل ايه؟ فك الستوب يا فندم. افكه. ايوه فندم. ايوه فكيته. ايوه فكيته يا جماعه. فكيته يا جماعه. بنجرب. في حركه في الاسانسير؟ ايوه بس ده بيطلع مش بينزل. لا ابتدى يتحرك. ساعدينا. طب اعمل ايه؟ ساعدينا يا فندم. ماشي اوكي. انا ساعدينا. اوكي انا كويسه. ساعدينا. انا كويسه. اوكي يا فندم. ايوه خليك على الارض. لا هيك فين. حضرتك فين؟ لا يا جماعه طلع. يا جماعه ما فيش حد اصلا في المكان فاضي. مش قادره. لا لا امشي بقى. أول
حاجه بنقولها لضيفنا بعد اللقاء الفظيع ده، بنقول له ويلكم باك او هابي لاندنج. الحمد لله على السلامه. الحمد لله بجد ان رجعت بالسلامه. يعني المفروض تروحي البيت تفضلي تقول الحمد لله وتذكري كتير قوي، صح؟ ايوه، لان انا كنت هخرج بجد مش هزار. انا كنت اصلا عايزه اضربه بالشنطه دي عشان كبيره. مش هضربه يعني، اعمل كده وعشان عرفت ان انا في الدور الثاني. عايز اضرب الايه؟ اسمه ايه؟ اسمه الاسد. عايز تضرب الاسد، صح؟ مش هضربه، مش عارف، عايز ازق وشه بالشنطه واجري. مش فاهمك. عايز اجري وانط وتجري تنطي من فوق ال الدور الثاني. ايه يعني؟ يعني مش والله العظيم ان ركبتي بتوجعني. كيف بتتعاملي مع الاسد على انه ارنب او فرخه؟ انا عمري ما شفته اصلا في الحقيقه. ولا رحت جنينه الحيوانات؟ وصغيره قوي يعني، وكان ورا البتاع ده. بس انت عارفه، انت الصدمه دي على فكره بتعمل البني ادم حاجات، ان هو بيكفر عن ذنوب كتير عملها في حياته. ناس اذاها كتير، كلف فلوس على حد كده. كل الحاجات دي بتروح. الحمد لله لو كان على كده ماشي. بتطلعي من عندنا كلين. البرنامج بتاعنا ده زي ما هو فيه ضحك ولطافه وكده، فيه افاده. يعني الضيف بيخرج تمام، انا مقابل كده 100 100. طب كويس والله، الحمد لله. خش على وائل لما تروحي البيت تقول انا شفت اسد النهارده. لعبت معاك؟ مش هقول له الحقيقه، قول انا لعبت. بس لا تيجي تشوف انت عملت ايه بقى من غير احراج. بس ما حاولتيش تواجهيه يعني، اللي هو ايه بقى يا عم انت كده اللي هو؟ لا ايه، انا كنت بسمع صوته بتهبل اصلا هنا. إيه، كنت عيطت عشان بسمع صوته اصلا. فين بقى تعيطي بقى هنا خلاص بقى اللي هو قفش مصطفى. مصطفى بعد عنك بقى. انا اول مره اشوف نفسي على فكره، وانا مخضوضه بجد. طيبه احنا هنا. والله ليتها سليمه. والله العظيم انا افتكرت اصلا فجاه ربنا كده هيفتح الاسانسير من الناحيه الثانيه، كانت فتحه وقام خارج. عملوا لك دخل شنيور شبط البومبه. ايوه اهو دورتد. يا نهار اسود. بس قلت لك ما تعصبوش ما تعصبوش، ادير ظهرك ادير ظهرك ارجوكي، ساعديني 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 يا اختي، ساعديني يا اختي، ساعديني يا اختي. حبيبتي يا رورو، وسبت الشنطه ليه؟ اقول لك سيب الشنطه تروح سايب الشنطه. ما اعرفش بقى، مش عارفه. يعني يا جماعه البني ادم في اللحظه دي بيعمل اي حاجه عشان ده حقيقي. ما شاء الله. أقول ايوه بجد. عمال اتخبط. واحد يقول لي خبطني. صحبه جامده الاميره فتحي يا جماعه. ميرسي يا مرموره. ميرسي يا رب. بتتجنني والله العظيم. النهارده هكلم ابوكي. النهارده هكلم ابوكي. قالها وروحي راحت ياني، قال لي اخدودك كسفوكي لونهم برتقاني، قال لي ده عيوني استنوكي، ردت روح جيب فستاني اللي متزوق باللولي عقبال كل